وفي هذا الإطار جاءت مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في الأسواق المصرية. وبالمناسبة احنا في النقطة دي احنا عملناها مش عشان ده شغلنا، وعشان دي الأمانة اللي احنا المفروض، انا ما بيهمنيش الغني قوي لانه هيقدر يعني يدبر نفسه، لكن انا بيهمني المواطن اللي هو محدود الدخل، اللي هو محتاج ان احنا نخلي بالنا منه ونبص عليه. وعشان كده احنا الموضوع ده دلوقتي وبكره والسنه الجايه والسنين اللي جايه ان شاء الله، لو كان في عمر لينا وفي توفيق، احنا هنفضل كده، نفضل نبني ونعمر لغايه اخر لحظه. وطبعا يعني بقول للحكومه، كل الحكومه، لا ده لسه هيزيد كمان تخفيض تاني. وبقول للرجال الاعمال اللي هم السلاسل اللي هم التقيت بيهم، لسه في تخفيض تاني. انت بتعمل ده لصالح الناس، بتخلي ناس قاعده في بيوتها مرتاحه، نايمه على سريرها مطمنه. خلي بالك، جاءت مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في الأسواق المصرية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهلنا من محدود الدخل والمواطنين الأولى بالرعاية. وأؤكد أن كرامة المواطن المصري تعد أحد أهم أركان الاستقرار للدولة، فالإنسان الذي كرمه الله العلي القدير من فوق سبع سماوات لا يمكن لإنسان مثله أن ينزع عنه تلك المنحة الإلهية.